اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الناس اللي ما بتشوفش من الغربال واللي مش عايزه تشوف، لكن في حد بيشوف من الغربال وبينصح الناس بالموضوعيه وبينصح الناس انها تواجه الحقيقه وتعترف بالحق. واحد من هذه النوعيه المهمه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم عيسى، وهو راجل زملكاوي رايه مهم نشوفه. واخوه اليد في منطقه الجزاء اللي ما حسبهاش ضربه جزاء، ايه العبث ده؟ هو في هجمه للزمالك؟ نفس الكلام السقيم العقيم اللي هو الحكم هو السبب، اصلهم واقفين ضدنا، اصل الحراره، اصل الرطوبه، فيطلع المشهد اللا اخلاقي المبتذل الحقير من لعيب الزمالك دول في مشهد. لو احنا هنتعامل في حياتنا مع الهزيمه في الكوره بالطريقه دي، والهزيمه في السياسه بالطريقه دي، والهزيمه في المجتمع بالطريقه دي، تبقى نصيبه سودة. اوعوا تعملوا زي حازم امام، واوعوا تقولوا الكلام اللي بيقولوه الزملكاويه بعد الهزيمه دي. قال يعني اول هزيمه؟ طيب ويا سلام، والحكام لما كانوا معاكم يعني عملتوا ايه؟ يا راجل حاجه، افتكروا البرازيل احسن. تعالوا يلا. يعني هو طبعا بيقول اللي انا متفق معاه تملي. ساعه ما تجيلك هزيمه فشل او تشوف المنافس بتاعك اسباب تفوقه ايه، بيبقى عايز يريحك انك تشوف العناصر اللي ساعدته، لكن انت لازم تشوف ايه العناصر انت اللي تخصك انت، دي الاهم. ايوه. وهو قال لو اتعاملت في الرياضه او في السياسه او في اي حاجه اي نشاط بالمنطق ده هتفضل فاشل. هو انت لما جالك كارثه ايام النكسه اتعاملت معاها ازاي؟ لا، اعترفت بكل اخطائك وانكفأت واشتغلت وتجاوزت وربيت جيل مؤمن ان هذه اخطاء لابد من تجاوزها، وان احنا عندنا القدره ان احنا هي دي الروح اللي بيسموها الوثابه. الروح اللي تبني، الروح هو ده، انك انت اما تخسر حد ممكن يبقى عندك ضربه جزاء، وبنتكلم ساعات احنا في كده، لكن تقعد بسرعه بخلاف ضربه الجزاء دي. ايه تاني يخصني؟ هو انا ليه ما بدل ما يجي لي ضربه جزاء ما حسمتش المباراه في وقتها الاصلي؟ عندي نقط ضعف ايه؟ ضيعت كم فرصه؟ استحواذي، طريقه تعاملي في بناء الفريق، النواحي المعنويه. انما اقعد كل هم التبرير 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 ده اخطر. ابنك لو جه في الامتحان ما جاوبش كويس، هنقعد بقى نتكلم اصل السؤال جه بره المقرر، اصل مش عارف الجيران كانوا بيشوشروا عليه، اصل المراقب كان كل شويه واقف وراه مستقصده وموتر له اعصابه. لا، شوف هو انت ايه القصور اللي كان عندك وخلاص، هار لك خيرها في غيرها، مش نهايه العالم. عوض واكسب وشوف، خد بالاسباب. وانا طول ما المنافس بتاعي عايشين قصه التبرير دي مش بقلق، والله بقلق لما اشوف الناس بتشتغل فعلا بشكل لا 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 نبص احنا يعني على عيوبنا قبل ما نبص على مجملات تطال ده ولا ده، لان كل الكلام اللي بيتقال يؤخذ عليه ويراد. بيتجامل، هنجيب لك انت اتجاملت ازاي، وانا هجيب لك انا اتظلمت ازاي. مش هنخلص، دي عمليه دايلمه مش هتخلص يا استاذ ابراهيم. لكن اللي يحسم الامور ايه؟ اخد بالاسباب واشتغل. وبعدين انا اصلا عندي في موضوع العدل والظلم، بس اما تيجي لحظتها